الوانها اللي بنقدر ناخدها وشو الالوان اللي ممنوعه عننا بساعد ضغط الدم. الالوان مفيده كثير للجسم، لنظره العين للون هي بتفيد جسمك وبتفيد حالتك. مثل الصينيون قالوا لك الالوان هو العلاج الامثل والعلاج الاول للجسم وحالتك النفسيه وبكل الامراض، ان كانت التنفسيه ولا الهضميه ولا القلبيه. كانت الصينيين دائما تتكلم بالشعر وبالسحر عن هاي الالوان لما انت بتجي بتستخدمها، او الفراعنه، وخصوصا الفراعنه كانوا يستخدموا بكل شيء اللون الاخضر. ليش؟ مشان يحافظ لهم على الاهرامات من الداخل، يحافظ لهم على الجراثيم، عن البكتيريا، يحافظ على الموميات. دائما اللون الاخضر كان خطير بقلب الاهرامات، وذكر كثير بالقران ونحن تكلمنا عنه انه اللون الاخضر دائما استخدموه لابداعات الاولاد، بغرف نومه، لتهدئه النفس. اللون الاخضر كثير كثير ممتاز. وكانوا جدودنا من قديم وجدودكم كانوا اول ما يولد يصير معه فقر دم او اكزيما او حميره، هاللي بيقولوا له الحصبه، في ناس بيقولوا له الحميره، كانوا يلبسون لون احمر لانه اصلا هو عنده انخفاض بهذا اللون. وهذا اللون بدون ما يستعملوا اي ادويه، بدون ما يستعملوا اي شيء، يلبسون ملابس من راسهم لرجولهم لون احمر، يطيب الولد من فقر الدم او الحصبه هاللي اجته. اكيد انا شرحت عن الالوان كثير، بس حبيت اعطيكم رد نبذه، وهاللي هامه الالوان ويعرف شلون انا هلا عم بعطي الالوان للعلاج يرجع للفيديوهات تبع الالوان وياخذها بالتفصيل. هلا نحن معنا الضغط المرتفع، شو بدنا ناخذ؟ اللون الاصفر. اللون الاصفر من اهم الالوان اللي نزل لك الضغط، بتعملي استرخاء، بتغمضي عيونك، بتجيبي اللون الاصفر، فورا بينزل ضغطك بدون ما تعملوا اي شيء. لو رفعتوا ايديكم بس هيك لفوق وتخيلتوا اللون الاصفر او اللون الاخضر، بس الاصفر الاول، بيروح الضغط الدم ما شاء الله تبارك الرحمن سريع وممتاز جدا جدا. لوني ابهامك باللون الاصفر، ابهامك هذا كله لوني باللون الاصفر، وخصوصا من هي المنطقه كلها من هون، حطي مناكير لون صفرة وحاولي انك تشوفيه وانت مغمضة عيونك وتسترخي، رح يجيك الهدوء والاسترخاء وتشوفي اللون الاصفر وينزل ضغط الدم سبحان الله. ونزلت بصورة البقرة سبحان الله العظيم على قوم اسرائيل انه صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. سبحان الله بالقرآن الكريم تسر الناظرين، يعني مجرد انت ما تستهوي وتعدي تشوفي اللون الاصفر شوفي قديش دمك كلياته حينجلي جلي. هذا اول لون. اما اللون الاخضر اللي ذكر بالقرآن وقلت لكم هذا اللون لون اهل الجنة، لون النعيم اللي عندهم بيكون الجو الرفيع من البهجة والمتعة والامان النفسي سبحان الله، وذكر بسورة الرحمن آية 76 ولح أحط لكم إياها، وأنا أرجعوا للفيديو اللي ساويت لكم إياه عن الآيات القرآنية ولح تعرفوا الألوان المفيدة اللي نزلت بالقرآن. كمان نزلت آية تبع اللي حكى عليهم وصفهم رب العالمين بالسندس الخضر، سبحانك يا ربي، أو استبرق يعني أو الفضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. سبحان الله، يعني أهل الجنة الله ميزهم باللون الأخضر. اللون الأخضر فيه له سر فظيع. بقى أنت اللي صاحب الضغط روح تطلع لك بشي شجرة خضراء، جيب اللون الأخضر بحياتك، حاول أنك تكون أنت المريض الضغط دائما رايق، دائما أعصابك مرتاحة باللون الأخضر واللون الأصفر. حاولوا دائما تكونوا مرتاحين، ما فيها شي الدنيا، ترى الدنيا ما فيها شيء الواحد يستاهل انه يزعل عليه، بالعكس صحتكم وعافيتكم. وهالالوان دائما تكون حطوها في بيوتكم، اللي صاحب اللون الاخضر يدهن الحيط تبعه كله اخضر ويطالع فيه، شوفوا المستشفيات كلياتها دائما لبسهم اخضر، دائما غرفه العمليات لما بتدخلوها لونه اخضر مشان تريح المريض نفسيته، ما يكون متوتر، ما يكون معصب، مشان لما يعملوا له العمليه يكون جهازه كلياته مرتاح صافي بدون عصبيه، بيقدروا يعرفوا يتصرفوا. بس اما اذا حالته نفسيه تعبانه صدقوني حتى العمليه ما حتنجح مع الدكتور، ولا الدكتور هو السبب لما يقولوا له هو ما نجحت معه العمليه. سبحان الله. في شغله مهمه كثير بدي احكيها اخيرا وليس اخرا،
عن الألوان اللي حكينا عنه. في ناس كتير حتقلي الكركديه بينزل الضغط، الكركديه ممتاز. أنا حجيب لكم مثال وإنتوا بقى قيسوا على كل شيء. الكركديه بينظم مع الأدوية أو العلاجات اللي بتاخدوها، بينظم الضغط بس ما بينزل الضغط ولا بيرفع الضغط. أنا ضغطي مستوي، باخذ لي بالاسبوع كل اسبوع كوبين كركديه، 3 كواب كركديه، بضل محافظ لي على ضغطي، بيحرق لي دهوني لانه هو جدا جدا ممتاز. اما انا ضغطي مرتفع جدا جدا، والله انا وصفوا لي الكركديه وفي ناس مجربين نزل عليهم الضغط، طيب هن عم ياخذوا حبوب ضغط وعم يشربوا كركديه، اجباري بدهم يشوفوا تحسن، لانه هو بيحافظ على النظام مو بيعالج، هو مساعد للمعالج. يعني بالمختصر المفيد، في أعشاب مساعدة مع العلاج وفي أعشاب هي اللي بتعالج. السوجك هو اللي بينزل لي الضغط، بيعطيني مثل المسكن، مش بيعالجه تماما. قشر الموز لونه أصفر هو اللي بيعالج تماما، يعني باخد المعالج وباخد السوجك مساعد لهذا المعالج، بقوم بوصل للمبتغى اللي بدي اياه. أهم شيء أيها المريض الضغط، إن شاء الله حتبعد عن الأدوية تماماً على الألوان اللي عطيتك إياها. دائماً حاول إنك تشوف اللون الأخضر، لأنه أصلاً اللون الأخضر بعيوننا قصير، مو مثل العكس اللون الأحمر طويل، مشان هيك اللون الأحمر بنقدر نشوفه أكثر، اللون الأخضر ما بنشوفه زيادة، سبحان الله. حاول إنك دائماً تشوف اللون الأخضر واللون الأصفر، ممتاز. طبعاً كل اللي قلت لكم عليه هذا لارتفاع ضغط الدم، ما بيمشي حاله مع انخفاض ضغط الدم. انتبهوا على هالشغلة، وان شاء الله في فيديو خاص لانخفاض ضغط الدم، وهاللي في ناس بيصير معهم اغماء لح يرتاحوا كمان معي بإذن الله، طبعا كله بإذن رب العالمين، لانه ما بنساوي شغل الا بإذنه. دائما النقاط الاساسية اللي قلت لكم عليها بكل مرض بحكي عليها، هاللي هي بكفك هاي النقاط. في عندكم نقطة تنتين أنا حكيت لكم إياها بعدة فيديوهات، يا ريتكم ترجعوا تشوفوا الفيديو ما حنضيع وقت. هي لازم دائما نحاول نفركها، نحاول نعمل لها مساج، نحاول تابعوا معي أنتوا تعملوا هالطريقة هي. أول ما تفيقوا الصباح بعد التنفس الصباحي تعملوا هالطريقة هي، تساووا بهالطريقة هي، شوفوا حاولوا إنكم تعملوا شوفوا كأني قاعدة عم بعمل مساج لكل جسمي، هذا كله مساج لكل الجسم، بتعطوا نشاط، بتعطوا شايفين كل جسمي أنا هلا، كل جسمي، هاي النقاط أساسية كتير كتير، شايفين؟ حاولوا دائما تساووا بهالطريقة هاي، لو بتحافظوا على النقاط هاي الأساسية وبتحافظوا على النقاط اللي عطيتكم إياها كلها السجك، إن شاء الله ما عاد يبقى عندكم ارتفاع بالضغط وعلى الأعشاب اللي وصفتكم إياها. طبعا العلاج بالرفلوكسولوجي معروف هو المشي على الرمل على البحر فقط، وإنكم تدخلوا على المي المالحة وتعملوا أنشطة. في ناس بتقلك أنا ما بقدر أسبح أو ما بعرف أسبح، ادخلي المي وبس اعملي هيك، تحركي بالمي، حاولي تحركي المي تحت منك، حاولي تعملي مثل البسكليت، كيف لما تركبي البسكليت أو الدراجة وتحركي رجولك بهالطريقة هاي، بس ما تسبحي، خليكي واقفه بمكانك، هي لحالها حتطلع لك كل السلبيات اللي بالدم، ولح تعطيك الشفاء، وخصوصا اذا كانت الشمس طالعه وطالعه تسبحي من بعد الشروق، يا سلام، انت انسانه كلك ايجابيه مع جسمك وصحتك ودمك. وهاللي بيقول لي انا ما عندي بحر، يا قلبي انت ما عندك بحر، في طريقه، في علاج، في حل، ما في شيء ما له حل. لحنا بشر، الله خلقنا فينا مخ مفكر. جيبي الملح البحري حطيه بقلب البانيو، حاولي تحطي حمامك كله لون اخضر او لون اصفر، شغلي الشموع، الشمعه لونها مثل لون الشمس، يعني اعملي حمامك بحر وشمس ولون، وعدي استرخي لك 3 ساعة بقلب هالمي وشوفي شو حيصير معك. نفس الشيء، بس انه هديك علاج 100% مو 75%، بس برضو في حل، بنقدر نتصرف، اتفقنا؟ الفيديو الجاي بعملكم طبعا مو بعد هذا بالضبط، لا، لانه في فيديوهات كثير عم تتجهز. الفيديو الجاي باذن الله تعالى حنتكلم على
هبوط ضغط الدم. هبوط ضغط الدم مختلف جدا عن ارتفاع ضغط الدم. ان شاء الله حقدر افيدكم. حاولوا تديروا بالكم على صحتكم، تابعوا نظام غذائي معين، تابعوا الفيديوهات الاولى كثير حتساعدكم بالعلاج ضغط الدم بنقاطها. في نقاط كثير انا حكيت عنها، والنقاط اللي اليوم قلت عنها لو كان ارتفاع ضغط دمك اعلى من المستوى ومهما كان علوه رح يصير عندك انخفاض وراح تستفيد. بتمنى لكم السعادة والصحة، وحبايب قلبي بحبكم كتير. باي.